طيب احنا بقى عايزين نعرف حاجه من دول يا استاذ مجدي. لو حضرتك تكرمت اخذنا كده جزء بسيط يعني ما كملناش دقيقه، ولكن مجموعه المقتنيات النبويه الشريفه اللي فيها عظيمه قوي يعني طبعا. فنبدا كده نشوف زميلنا الاستاذ اشرف يبتدي يلعب يعني كده تاني الفيديو. لو شفنا مثلا ده القدم الشريف طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته انه اذا مشي على الرمل لا اثر لقدميه صلى الله عليه وسلم، ولكن على الحجر تبصم رجليه ولها اثر. الله. فهم محتفظين بالاثر. مثلا لو شفنا ده اللي في تركيا. ده اللي في تركيا. ايوه في تركيا. وفي دي جزء من شعرايه من لحيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. برضو موجوده في تركيا. اهي دي الشعرايه. دي الشعرايه. ايوه اللي فوق اللي طالعه فوق. ومن العجيب ان انت ممكن ان تراها من غير مكبريه او حاجه، هي لها وضوح ونورانيه كده واضحه. وطبعا سيدنا الشيخ علي جمعه في شرحه بيستفيد في الشرح. دي كانت دي رباعيه كان دي في غزوه في غزوه احد لما كسرت الرباعيه بتاعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتفظوا فيها. بس الحقيقه دي منعت من ان انا افتح دي مقفوله مقفوله دي فيها لم يسرى بضع اسنان اللي هي الرباعيه. يعني الرباعيه هي زي ما هيشرح الدكتور علي جمعه اللي هي المقدمه طرف من الرباعيه الاماميه جزء منها فهم احتفظوا بيها فسموها الرباعيه. في بعد كده لو رحنا بقى على مصر هنلاقي كان في مكحله من شويه اللي هي الذهبي برضو صح كده. هنا دخلنا بقى الحجره لا هنا ده الخطابات المراسلات التي تمت بين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرقل والمقوقس في مصر، ودي موجوده برضو في توبكا في تركيا، ولكن طبعا هي نقلت من المدينه المنوره الى تركيا بقطار الحجاز اللي كان موجود زمان في فتره خوفا عليها. وفي علبه جنبها صغيره كده ودي هنا كمان دي الرسائل دي النسخه الاصليه هرقل يعني. ايوه وكمان عندك المقوقس وفي دي بقى الختم بتاع سيدنا رسول الله الختم لان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يختم رسائله بالختم بتاعه ومكتوب عليه محمد رسول الله. الله مظبوط على اساس احتراما وتبجينا للفظ الجلاله يبقى فوق طبعا ده كده الختم النبوي الشريف اهو اللي قدام حضراتكم اهو اللي فوق ايوه محمد رسول الله ايوه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ده سيف من سيوف النبي صلى الله عليه وسلم هم طبعا الحافظة دي صنعت واللي تحتيها ده القوس كمان اللي كان اللي تحت خالص اللي تحت اللي هو الاسترابة مخبياه بس كمان وطبعا الجراب اللي دون يعني طبعا الملوك اللي تولوا طبعا اكراما يعني اكراما بس ما كانش مرصع بقى كده وقتها لا طبعا لا يعني هنشوف اللي موجود عندنا في مصر بقى يعني هنشوفه في القاهره هنروح القاهره اهو هنفتح دولاب الله. اللي موجود في مسجد مولانا سيدنا الحسين ده طبعا دي المكحله لا نرجع تاني كده حضرتك نرجع تاني هنلاقي والشعره ده السيف ايوه ده القضيب ده من سيوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو هي لعبه السيف طبعا كما هو بحاله لم يعني ما فيش اي في علامه ولا جراب ولا اي حاجه زي ما هو كده يعني هنا احتفظنا بيه كما هو مسك ده بايده شريفه ايوه يا فندم وبعدين في المكحله وفي شفنا المكحله اللي هي المكاحل بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احساس حضرتك ايه يا استاذ مجدي لما تمسك حاجه فيهم؟ يعني كان بيبقى احساس حضرتك ايه؟ ارجوك اوصف لي يعني مش عارف حضرتك مسكت مثلا السيف من المقطع هو ولا عملت ايه؟ هو السيف حصل لكن هو القدم الشريفه ايوه هو دي يعني كان ليا النصيب الاعظم في تركيا في اسطنبول لما خدنا اذن طبعا ان احنا نقبل فالفاترينا كانت مقفوله فالمسؤول
بعد انتهاء التصوير طلبت منه ان انا امسك القدم الشريفه والاثر صلى الله عليه وسلم، فقبلته. الله اكبر، قبلت القدم الشريفه. يا بختك. فمن العجيب ان الله يا عمرو، حاجه عجيبه انك انت مش بتمسك حجر يعني كما لو انه شيء لين لان في ايدي جدا جدا، لدرجه ان انا يعني لم اتمالك نفسي في هذه اللحظه. فحتى يعني المسؤول عن القاعه فقال لي ده حصل يعني لكل من يعني يحظى بهذا الشرف، بيحصلك زي لحظه من التواصل مع الجسد النبوي الشريف، لانه قدمه الشريفه وطأت الصخره دي طبعا. فالواحد بس يحط وجهه يعني مكان القدم الشريف يتلمس خطاه يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك. اللهم بارك بينا استاذنا احنا المستمعون. يعني انا لم اتمالك نفسي. يعني الحمد لله عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. من الاشياء اخرى برضو اللي حضرتك لما شفتها حسيت فيها بقشعريره كان ايه؟ السيف برضو مسكت السيف. طب ده السيف ده حضرتك حطيت ايدك في مكان يد الرسول صلى الله عليه وسلم، الجزء ده اللي لمس جلد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الله. ومكان في الكعبة المشرفة، مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. في الداخل. في الداخل. صليت في الداخل. مكان. مكان هم عاملين مكان. هناك الحقيقة إن شاء الله. مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة في الفيلم الثاني هنشوف مكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد سيد المرسلين. مسجد سيد المرسلين اللي هو بعد ده على طول.